بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بطلبتنا الأعزاء في الأقسام الإدارية وخاصة إدارة المواد. محاضرتنا اليوم بعنوان نشاطات المنشآت في مجال إدارة الأعمال، حقيقة واحدة من أهم المواضيع الفعالة خاصة في عصرنا هذا هو نشاطات المنشآت في مجال إدارة الأعمال، حيث الحاجة الماسة إليها تضاف إلى جميع أنواع الإدارات الأخرى المكملة في إدارة الأعمال والوقت والأزمات وغيره. في الحقيقة هناك نوعين من الإدارات الأنشطة الرئيسية، هي إدارة الأنشطة الرئيسية وإدارة الأنشطة المساعدة. إدارة الأنشطة الرئيسية تكمن أولاً في إدارة العمليات أو عمليات الإنتاج، وهي واحدة من أهم الإدارات في تتبع المسيرة الإدارية الحقيقية التي تخص عملية الإنتاج والعمليات وما يرافقها من تحديات أخرى. كذلك إدارة التسويق، أيضا الماركتينج اليوم أصبحت من الإدارات الفعالة حقيقة، خاصة مع تطور وتوسع عالم الاي تي وعالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة التسويق عن بعد والتسويق الإلكتروني، إضافة إلى التسويق التقليدي الماشي. الإدارات المالية الفاينانشال مانجمنت ايضا هي صلب عمل المنشآت او الانشطه الرئيسيه التي تخص في اداره الاموال وتطويرها واستخدام السبل الامثل في عمليات الاداره الماليه. كذلك اداره الموارد البشريه الهيومن ريسورسز هي احدى ادارات النشاط الرئيسيه التي تكمن في تدوير وتطوير الموارد البشرية وتحسين أدائها، بحيث تتوفر اليوم وحدات تسمى وحدات التعليم المستمر أو وحدات Human Development في كافة المنشآت التي تخص تطوير الموارد البشرية. من أيضا من الإدارات الأخرى تسمى إدارة الأنشطة المساعدة، هذه تكون بموازاة تعمل مع الأنشطة الرئيسية وتتمثل في نشاط الإدارة العليا الذي يكمن في استراتيجيات والخطط البلان الذي تضعها الإدارة العليا لغرض رسم خارطة الطريق المستقبلية للمنشأة التي تخص العمل سواء إنتاجا أو خدمات سيرفيسز. البحوث والتطوير Research and Development أيضا واحدة من أهم إدارات الأنشطة المساعدة التي تسهم في تطوير المنشأة وتحديد مستقبلها والثبات عند نقاط محددة تخص عمليات البحث والتطوير والتجديد. كذلك أيضا من إدارات الأنشطة المساعدة هي Public Relations اللي أصبحت اليوم العصب أو أخطبوط الدائرة أو المنشأة التي تخص مد الأذرع على جميع المؤسسات محليا ودوليا وعالميا لرسم العلاقات العامة في كل الجوانب، في عمليات التخطيط والتسويق وعمليات البيع والمشتريات وغيرها. إذن العلاقات العامة هي واحدة من أهم الأنشطة المساعدة. كذلك الخدمات المساعدة الأخرى التي تكمن في اللوجستيات وتوفير كل الوسائل لغرض التطوير وغيرها. هناك قسم أو عدد من التحديات التي تواجه الإدارة بصورة عامة، كل إدارات اليوم لها تحديات challenges التي تثبت وجودها وتقيم عملها. من هذه التحديات أولاً تعقيد الإدارة complexation. طبعاً كل إدارة تمر بعمليات تحدي، يعني مثلاً خاصة اليوم في عصرنا أو في أيامنا هذه نواجه تحدي الكوفيد 19 اللي هي فيروس كورونا الذي جعل من الدوائر والمؤسسات شبه جامدة، مما يتطلب أيضا إيجاد الحلول المناسبة. إذا هنا تدخل عملية الإدارة في تعقيد. من هذه التعقيدات هو حجم المنظمة وسعة نشاطها، لذلك المنظمات في ازدياد وليس في تقلص بسبب تطور المجتمع، زيادة الوعي، ولسبب بسيط أيضا زيادة الpopulation التعداد، ما يتطلب مواجهة وتحديات ورسم خطط مستقبلية تواجه عملية تعقيد الإدارة ونجد الحلول باتجاه سعة النشاط وحجم المنظمة. كذلك
تخصيص الموارد البشريه يجب ان تكون او تخصص سبيشاليزيشن يقصد بها انه يجب ان توجد في كل وحده انتاجيه او منظمه سواء انتاج او سيرفيس خدمات يوجد تخصصات معده مسبقا مختلفه تتناسب وحجم الحاجه حتى في ايجاد تخصصات جديده مثل ما يخص اداره الجوده وغيرها. كذلك تغيير مكان الافراد، تغيير المكان يسبب تحدي اخر في انتقال الافراد، وهنا مثال بسيط هو عندنا في العراق خاصه بصدور قانون التقاعد الجديد، تغيير مكان اللي اصبح اليوم فراغ في مكان العمل خاصه الاجيال الاربعه التي تم تقاعدها مثل مواليد 57 مايو 59 الى 60، ويسبب تعقيدا اكيد وتحديا للدوائر. واخيرا تدخل الدوله في شؤون المنظمه، قد يكون التدخل جانب ايجابي او يكون جانب سلبي، وايضا هو مهما يكون يشكل هذا العامل عامل من تعقيد الاداره. كذلك التحدي الثاني هو العامل الاخر هو الاداره والانتاجيه. يجب ان يكون هناك انتاجيه تتبع للاداره بحيث تلبي حاجات الحوافز. الحوافز واحدة من أهم الأعمال الفرعية التي تواجه الإدارة، كيفية تنظيم هذه الحوافز وجعل الحوافز هي مادية أم هي عينية أم هي نفسية وهكذا. هنا تدخل الإدارة في تصميم هذا الجانب. تصميم الوظائف أيضا، هنا إيجاد الوظائف البديلة، إيجاد الوظائف الجديدة التي تلبي حاجة المجتمع وتطور الأجيال. يجب أن لا نبقى على النظام التقليدي الكلاسيك واللي يتضمن أجزاء الدائرة الثابتة. مصادر التمويل أيضا، يجب أن يكون هناك مصادر تمويل متعددة تلبي حاجة الدائرة والاقتصاديات. كذلك عامل الثالث الذي يتطلب إيجاد حلول سريعة هو سلطات الإدارة ومسؤوليتها تجاه المجتمع، حيث أن تزايد المسؤولية تجاه المجتمع تكبر بسبب ازدياد الأجيال، ازدياد النفوس، تعدد أنواع الدور، تعدد أنواع الإدارات، مما يتطلب إيجاد الحلول المناسبة تجاه تزايد أعداد الـ population أو السكان. كذلك التفاعل مع متطلبات شرائح المجتمع، شرائح متنوعة، شرائح متعددة الأفكار، شرائح متنوعة ومختلفة تلبي حاجة العصر، وهذا تحدي كبير جداً خاصة في يومنا هذه. نتحدى أجيالاً، أي ناحية تحداها يعني من ناحية التقدم، يجب أن تكون هناك حلول سريعة، حلول موضوعية في عالم في تقدم عالم الإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويجب أن لا نبقى في النظام التقليدي السائد. كذلك تنوع المسؤولية تجاه الأفراد والزبائن، بحيث يكون الهدف الأساسي للمؤسسة هو إيجاد الحلول تجاه الأفراد والزبائن في تعدد قابلياتها ودرجاتها وسلوكياتها. آمل أن تكون المحاضرة قد أنالت فائدتكم، ونتطلع إلى محاضرة أخرى إن شاء الله تلبي حاجتكم وحاجة القسم. أتمنى أن تكون قد استمتعتم بمحاضرة اليوم دكتور محسن جبار المعهد التقني العمارة. شكرا جزيلا.